بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم إلى لقاء جديد وحلقة أخرى من حلقات برنامج من عمان، تصفح جديد لمختلف المحطات والمتابعات والفعاليات لتشهدها أرض عمان الخير في مجلتكم المسائية اليومية برنامج من عمان. كالمعتاد مشاهدينا نكون عيونكم اللي تشاهدون بها هذا الجمال وتشاهدون بها هذا النشاط والحراك على مختلف الأصعدة في أرض عمان الخير في مختلف محافظات وولايات السلطنة. وكالمعتاد أيضا على مدى ساعة من الآن حريصين على أن نكون متنوعين، أن ننتقل من محطة إلى محطة، ضيف وضيف آخر ومجموعة من التقارير في أمسية اليوم والموضوعات حضرناها لكم. راح تتابعون إن شاء الله مشاهدينا في حلقة اليوم متابعة لندوة فرص الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، كيف تعمل مثل هذه الندوات على خلق فرص استثمارية جديدة في المناطق الصناعية. ثاني متابعتنا مشاهدينا راح تكون عن الاستشارات الأسرية. وزارة التنمية الاجتماعية عمدت إلى تقنين هذا الموضوع بطريقة تضمن نجاح وفعالية الاستشارات الأسرية بعيدا عن العشوائية والشكاوى التي قد ترد في هذا الموضوع. ثالث متابعتنا مشاهدينا راح تكون أيضا متابعة مستمرة لمجهودات صندوق الرفد في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه المرة بالافتتاح الرسمي لفرع صندوق الرفد في محافظة جنوب الشرقية. كيف سيعمل هذا الصندوق على دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد بيئة حقيقية لأنشطتهم المختلفة؟ طبعا مشاهدينا هذه العناوين الرئيسية في حلقة اليوم، إضافة إلى ذلك حضرنا لكم مجموعة أخرى من الفقرات، مجموعة أخرى من التقارير، مع كل أمنياتنا بقضاء أوقات طيبة وممتعة على مدى ساعة من الآن. محطتنا القادمة راح تكون حول الحديث عن فرص الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، لكن قبل ذلك نأخذكم إلى هذا التقرير بعدها راجعين لكم وتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. سعت حكومة السلطنة من خلال إنشاء المناطق الصناعية بها، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية بيئة الأعمال في السلطنة، وكذلك إيجاد فرص عمل للمواطنين، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين مشاريعها بتلك المناطق. وقد شهد عام 1983 إنشاء أول منطقة صناعية تمثلت في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط، التي تم افتتاحها رسميا في عام 1985، ليتوالى بعد ذلك إنشاء العديد من المناطق الصناعية التي توزعت في عدد من محافظات ومناطق السلطنة. وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة، وتوطين رأس المال الوطني، وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم. كما تسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات. حياكم الله مشاهدينا مجددا، تابعنا هذا التقرير الخاص بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وموضوع المناطق الصناعية، خاصة مع توجه السلطنة للانفتاح
عالميا في موضوع الصناعة، وجود مجموعة من المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة، الهدف منها أن تكون شريك حقيقي في عملية الإنتاج الاقتصاد الوطني، إشراك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الموجودة في هذه المناطق الصناعية. تفاصيل أكثر عن هذه الندوة، عن الفرص الاستثمارية المتاحة للجميع، وكما أكد دائما مولانا جلالة السلطان المعظم في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيف بالإمكان أن يستفيدوا من هذه الفرص الاستثمارية المتاحة. كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها إن شاء الله مشاهدينا من خلال وجود الأستاذ هلال بن حمد بن عبد الله الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. مساء الخير أستاذ هلال، سعيدين جدا بوجودك معنا. مساء النور وأهلا وسهلا بكم، ونحن حقيقة سعيدين ومتواجدين معكم خلال هذا اليوم. الله يسلمك أستاذ هلال. في البداية يعني نريد يعني كذا نعطي المشاهد فكرة عامة عن أهمية مثل هذه الندوات، ماذا تقدم مثل هذه الندوات من إيجاد قاعدة حقيقية للاستثمار وفتح آفاق الاستثمار أمام الجميع، مستثمرين على مستوى شركات كبرى ومستثمرين حتى من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أولا الندوات هي أحد العوامل التي تقوم بتثقيف وتوعية المجتمع وإطلاعهم على كل ما هو جديد في السوق، وكذلك تعريفهم بأهمية بعض المواضيع الهامة. والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية لديها سلسلة من الندوات، مجموعة الصناعيين وندوات خاصة بالاقتصاد الرقمي، وكذلك ندوات خاصة بالابتكار وندوات خاصة برواد الأعمال، وبالتالي هناك برامج نقوم بإعدادها على مدار العام. وخلال مثلا عام 2015 نقوم بتزويد الأخوة من خلال برنامج يتم نشره سواء كان في الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو من خلال بعض المطويات التي نقوم، أو من خلال الجرائد الرسمية في هذا الجانب. جميل. طيب الآن يعني من خلال إنشاء هذه المناطق الصناعية وعدد من المناطق الصناعية التي تتبع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، إلى أي درجة حققت عائد اقتصادي حقيقي، أسهمت في توفير فرص عمل، في استقرار عدد من العاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق الصناعية؟ عندما بدأت المؤسسة العامة أو الحكومة بإنشاء مناطق صناعية، بدأت بمنطقة الرسيل كهيئة منطقة الرسيل الصناعية في 83، ومن ثم أنشئت المؤسسة في 93، وامتدت حقيقة في أكثر من مكان، بداية من البريمي وصولا إلى حدود الجمهورية اليمنية المنطقة الحرة بالمجيونة. لدينا أكثر من 8 مناطق ومنطقتين اقتصاديات، واحة المعرفة بمسقط وكذلك المجيونة بمحافظة ظفار. هذه المناطق لدينا أكثر من 1400 مشروع. جميل. بين قائم وبين تحت الإنشاء، وكذلك من خلال تخليص الإجراءات. هناك أكثر من 38 إلى 40 ألف عامل يعملون في هذه المصانع، منهم 15 ألف عماني يعملون في هذا الجانب، وبالتالي هذا الانعكاس في الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل. ثانيا، حجم الاستثمارات التي تدفقت في المناطق الصناعية تصل اليوم إلى أكثر من 5 مليارات ريال عماني. لدينا إحصائيات وإحصائيات دقيقة جدا، ونعمل على تجميع هذه من خلال الشبكة العنكبوتية بشكل مباشر نصف سنوي. نعم. وهذه الإحصائيات من المصانع مباشرة. هذا إجمالي القيمة، هذا إجمالي حجم الاستثمارات. نعم. المتوفرة لدينا حتى في كل نهاية في كل مناطق الصناعية حتى نهاية عام حتى نهاية يونيو عام 2014. نعم. كذلك هناك العديد من الإسهامات الأخرى. جميل. هذه الوظائف تعتبر بشكل مباشر. هناك أمور أخرى بشكل غير مباشر، وهو خلق فرص استثمارية سواء كانوا رواد أعمال. نعم. مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كذلك الانعكاسات الأخرى في القيمة المضافة. جميل. وفي تنمية المجتمع المحلي وفي تنمية الصادرات في هذا الجانب. جميل. مناطقنا الصناعية اليوم تصدر أكثر من 1 مليار ريال عماني منتجاتها إلى خارج السلطنة. منتجاتنا أصبحت تستحوذ على أكبر قدر ممكن من الجودة والاحترام في معظم دول العالم. لا تقتصر فقط منتجاتنا على مستوى دول مجلس التعاون فقط، وإنما وصلت إلى أكثر
من قارة. وهذا يعتبر يعني نجاح كبير جدا في السلطنة من خلال الخطط والبرامج التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الصناعي وتوطين المشاريع في مناطقنا الصناعية. لا شك أن الموقع الجغرافي، تسهيل الإجراءات، المناخ الاستثماري، القوانين والإجراءات ساهمت بشكل كبير جدا في استقطاب هذا الاستثمار. لدينا أكثر من 45% استثمارات غير عمانية، منها 15% استثمارات خليجية، وهذا يعزز. ولكن لله الحمد أن استثماراتنا المحلية تصل إلى أكثر من 51%، وهذا شيء طيب. وهذا يبشر بأنه القاعدة الاستثمارية في السلطنة قاعدة متينة، قاعدة جيدة. هناك كذلك توسعات، لدينا سمائل الآن سنبدأ بتوفير البنى الأساسية خلال الربع الأخير من هذا العام، وتم إسناد المناقصة إلى المقاول. المرحلة السابعة في صحار كذلك الآن تشهد في الربع الأخير من هذا العام بدء تنفيذ البنى الأساسية فيها، إعادة تأهيل المنطقة القائمة بالرسيل، والتوسعات سواء كان اللوجستية والتوسعات الجبلية الجديدة الموجودة في منطقة الرسيل. لدينا كذلك المضيبي، منطقة جديدة الآن بدأنا نعمل مع جنبا إلى جنب مع المجلس الأعلى للتخطيط في هذا الجانب. إذن سيكون رقمها 11 تقريبا. وعبري اللوجستية بدأنا بطرح المناقصة، استشارات الهندسية، فهناك تسارع حقيقة في هذا الجانب وهناك إقبال جيد. كذلك الآن هناك دراسة مع وزارة النفط والغاز وشركة تنمية نفط عمان على إقامة منطقتين في مناطق الامتياز في كل من فهود ومرمول. وهذا يعني أن الاستثمارات الصناعية في السلطنة تنمو بوتيرة متسارعة، وكذلك سيكون لها انعكاسات إيجابية على خلق فرص العمل المباشرة، وكذلك توفير فرص استثمارية مساندة للقطاع الصناعي. وركزت الندوة في هذا اليوم على هذا الجانب. جميل. طيب طبيعة هذه المشاريع، يعني كيف تتوزع طبيعة هذه المشاريع؟ نحن نعرف أن السلطنة مع اتساع رقعتها تحوي على مجموعة كبيرة من الموارد الطبيعية من الممكن استثمارها، إضافة إلى مصادر الطاقة الموجودة والمتاحة يمكن استثمارها في طبيعة هذه المشاريع. الأنشطة الصناعية في عمان تتوزع إلى ثلاث أنشطة رئيسية. طيب. هناك صناعات استخراجية وهي من الموارد الأساسية، يعني مثل المعادن وما شابه ذلك في عمان، ولله الحمد تتمتع بخيرات كبيرة في هذا الجانب. هناك صناعات أساسية، وتشاهدون يعني وتعرفون هناك عدد من المصانع الكبيرة القائمة في ميناء صحار، والتي تقوم على صناعة منتجات أساسية. تقوم هذه المنتجات بخلق فرص استثمارية أمامية لمشاريع جديدة، سواء كان لإقامة صناعات رئيسية، صناعات وسيطة، صناعات تكاملية، وكذلك هناك الصناعات التحويلية التي تشهدها المناطق الصناعية، فهذا له انعكاسات إيجابية على الأعمال. كذلك هناك بعض الأعمال أو بعض الأنشطة التخصصية، مثلا يعني منطقة نزوة الصناعية، معظم المصانع أو معظم المشاريع الموطنة هي مشاريع تعتمد أعمالها على مناطق تطول النفط والغاز. طيب الآن يعني مع ذلك، مع وجود مجموعة من المناطق اللوجستية في جنوب الباطنة وحدة منطقة، وأيضا هناك الأخرى كما ذكرت في عبري، أهمية وجود مثل هذه المناطق، كيف تعمل أيضا على دعم مشاريع التنمية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة؟ الآن أي صانع وأي تاجر هو بحاجة إلى توفير الأساسيات الرئيسية. لا تستهر التجارة ولا يستهر الاقتصاد بدون وجود بنى أساسية. فالمناطق اللوجستية هي مناطق تتكامل مع المناطق القائمة، وهذا سيعزز اقتصاديات الاستثمار في السلطنة. كذلك لا ننسى أن كل منطقة بحاجة إلى مثل هذه الجوانب أو الخدمات الأساسية. لا ننسى أن هناك يعني طريق بين المملكة العربية السعودية والسلطنة، وعند افتتاح هذا الطريق سيعمل على تدفق الاستثمارات، وسيعمل على
تسهيل إجراءات كثيرة وتقليل الوقت، وبالتالي لزاما علينا أن نقوم بإعداد خطط وبرامج، وهناك يعني دراسات تقوم بها المؤسسة بين الحين والآخر لمعرفة اقتصاديات هذه المشاريع قبل إنشائها، وبالتالي يتم التنسيق مع الجهات المختصة، المجلس الأعلى للتخطيط، وزارة المالية، وكذلك وزارة التجارة والصناعة، لاتخاذ ما يلزم في توفير الدعم اللازم لهذه المناطق. نعم. طيب أستاذ هلال، عندما يقرر أي مستثمر أجنبي أن يأتي إلى بلد مثل السلطنة يبحث عن كل الجوانب المتعلقة بالمناخ الاستثماري الآمن، بدلا من الأمن والأمان انطلاقا من توفر مصادر الطاقة وكل ما يتعلق حتى بتوفر الأيدي العاملة، إلى أي درجة المستثمرون الأجنبيون عندما يستثمرون في هذه المناطق الصناعية والمناطق الحرة الاقتصادية يركزون على موضوع توفر مصادر الطاقة المتعلقة مثلا بالمياه والمصادر الأخرى، إضافة إلى ذلك توفر الأيدي العاملة التي أصبحت ملحة؟ هل هذين الجانبين في السلطنة أمر محفز للاستثمار الأجنبي؟ عمان نجحت نجاح كبير جدا في التخطيط الاقتصادي، نعم، وتوفير البنى الأساسية وتوفير مصادر الطاقة وتوفير المرافق والخدمات، نعم، وهذا يعطي دلالة قوية جدا على إقامة المشاريع ونمو الاستثمارات في السلطنة بشكل كبير خلال الفترة أو خلال الحقبة الحالية، نعم، وبالتالي لا توجد أي معوقات أو مشاكل في هذا الجانب، بالعكس لدينا الكثير، وهناك يعني خطط وبرامج لدى الجهات ذات الاختصاص المختصة بتوفير سواء كان كهرباء، غاز، شبكة مياه، نعم، وما شابه ذلك، فهناك خطط وبرامج في هذا الجانب. في كل خطة خمسية يتم التطرق لها ويتم وضع كافة الاحتياجات اللازمة لكل مناطقنا الاقتصادية. اليوم أصبحنا لا نتكلم فقط عن مناطق، وإنما نتكلم عن مظلة اقتصادية متكاملة تحتوي على أكثر من نشاط، نشاط صناعي، نشاط لوجستي، وكذلك لدينا منطقة متكاملة لتقنية المعلومات بواحة المعرفة مسقط، وكذلك المنطقة الحرة بالمزيونة، فهناك يعني اختيارات متنوعة لدى المستثمر عند زيارة للسلطنة. كذلك لدينا الموقع الخاص بالمؤسسة، وهذا الموقع يجعل اليوم يسهل الكثير على المستثمر دون الخوض أو الوصول إلينا، يعني ما يحتاج أن يوصل إلى مكاتبنا، وإنما من خلال هذه الشبكة، وكذلك من خلال مركز الاتصال الذي يقوم على خدمة المستثمرين سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة في هذا الدنيا. جميل. طيب بالنسبة لتوفر الأيدي العاملة لخلق أي مشروع اقتصادي أو صناعي، اليوم الحكومة تعكف على تدريب وتأهيل وصقل المهارات، نعم، ولله الحمد هناك كما ذكرت سابقا أنه أكثر من 15 ألف عماني يعملون في هذه المصانع، نعم، فلا توجد أي مشاكل. نعم، هناك تحتاج إلى وقت لتأهيل وصقل مهارات هؤلاء الشباب حتى يتمكنوا يعني من الوصول إلى بعض المراكز المتقدمة، وهذا يعتمد على الخبرة ويعتمد على الاحتكاك ويعتمد على الصقل، ولكن نقول اليوم ولله الحمد هناك عمانيين يعملون ليل نهار بورديات مختلفة في معظم مناطقنا وفي جميع مناطقنا الصناعية في السلطنة، ولا توجد هناك معوقات. لدى المؤسسة كذلك هناك برامج تدريبية وتأهيلية، نتعاون مع الصناعيين ومع المستثمرين ونسق وفي تنسيق قائم مع وزارة القوى العاملة لتثقيف وتأهيل، وكذلك مساعدة الشركات في إيجاد الموارد البشرية اللازمة من خلال مراكز التدريب المهني ومن خلال بعض الجهات المهنية الأخرى في السلطنة. جميل. طيب يعني أكدت ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بارك قراراتها مولانا جلالة السلطان المعظم على دعم كل ما من شأنه أن يوفر فرص استثمارية حقيقة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كيف تعملون أنتم في المؤسسة لاحتضان هؤلاء الشباب، توفير بيئة مناخية استثمارية آمنة لمشروعاتهم؟ منذ 2010 وتجربة المؤسسة من خلال منجم المعرفة مسقط سابقا، نعم، والآن مركز رواد الأعمال أو المركز الوطني لريادة الأعمال اللي تم افتتاحه في عام 2012 يقوم على تفعيل دور وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المؤسسة ذات ثقل اقتصادي كبير، وبالتالي هناك فرص استثمارية وخدمات مساندة، نعم، تساعد على توفير فرص استثمار وتسهيلات أيضا. وتسهيلات نعم موجودة، فركزت الندوة خلال هذا اليوم، نعم، على توفير بعض الفرص
الاستثمارية للشباب العماني، وحاولنا جمع أكبر قدر ممكن من هذه الفرص في جميع مناطقنا الصناعية، ونركز فيها لصغار الشباب الذين لا توجد لديهم أعمال، والأولوية في كل منطقة صناعية وفي كل محافظة لأبناء تلك المحافظة. ممتاز. وهذا سيكون له انعكاسات. كذلك دشنا برنامج زاد، وهذا البرنامج يقوم على توفير تغذية. ممتاز. ومن خلال دعم المؤسسة والذراع الاستثماري للمؤسسة شركة شموخ للاستثمار والخدمات، ويقوم بخلق فرص استثمارية كذلك للشباب، وسنقوم بتأهيلهم ودعمهم ومساندتهم. هناك تجارب ناجحة في المؤسسة، هناك شباب قائمين على أعمال كثيرة، بدأوا بمشاريع صغيرة والآن ما شاء الله يعني بدأت مشاريعهم بالتوسع، وبها يعني تدار من قبل شباب عمانيين في مختلف المستويات ومختلف الأنشطة الخدمية. ونقوم بمساعدتهم وتوفير كافة الدعم اللازم لهؤلاء الشباب. نعم، كل ما هذا جزء من الخدمات في تنمية المجتمع المحلي، وهو إلزاما على المؤسسة في تقديم كل ما يفيد ويفعل ويعزز الشراكة، وكذلك استكمال توصيات سيح الشامخات في توفير المناخ الملائم والموائم للشباب العماني أصحاب وصاحبات الأعمال. ونحن في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نقوم بتنفيذ برامج وسياسات عديدة في هذا الجانب، ونأمل في المستقبل القريب أن نقوم بندوات عدة نستعرض من خلالها بعض النجاحات الموجودة المتوفرة داخل المناطق الصناعية. هو الآن ما يتبقى الآن على الشاب من أصحاب المبادرات والأفكار في هذه المشروعات أن ينضموا ويتعرفوا على الخدمات التي تقدمونها. نعم، هذا لهم. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، كما نرجو كل التوفيق إن شاء الله لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شكرا لك على وجودك معنا الأستاذ هلال بن حمد بن عبد الله الحسيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا لك. إذا متواصلين معكم مشاهدينا في بقية المحطات والمتابعات في أمسية اليوم من برنامجكم من عمان. في محطتنا القادمة راح نتكلم عن موضوع الاستشارات الأسرية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية بهدف الحرص على تقنين هذه المهنة والاتيان بها بطريقة مهنية بعد هذا الفاصل. رحمنا وعاد ماني ناقص حب تاني.
انجرح منا وعالي الله يرضى علينا تجرح بالكلام تقلب الدنيا على راسي وتروح لا معك ينفع عتاب ولا منام وين أسافر عن عذابك وين أروح لازم أبتزعل وتجرح بالكلام تقلب الدنيا على راسي وتروح لا 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 معك ينفع عتاب ولا ملام وين اسافر عن عذابك وين اروح انت والدنيا يا قلبي علي وانت غير الناس عندي وكل شيء انت والدنيا يا قلبي علي وانت غير الناس عندي وكل شيء يا دمو حياكم الله مشاهدينا مجددا متواصلين معكم في هذه التغطية المسائية من برنامجكم من عمان وهذه المرة الحديث عن موضوع الاستشارات الأسرية حيث تعمد وزارة التنمية الاجتماعية بشكل مستمر إلى تقنين وضبط هذه المهنة قد يعتقدها البعض مهنة عادية يمكن أي واحد يعني أي مدرب تنمية بشرية مثلا أو مدرب تنمية إدارية مدرب تنمية تربوية بالإمكان أن يقدم استشارات أسرية لكن يا جماعة الخير الموضوع دقيق وحساس للغاية لذلك تعمد دائما وزارة التنمية الاجتماعية إلى تحديد المهنية في هذه المهنة بالتحديد أهمية تقنين مراكز الاستشارات الأسرية الخاصة لماذا هناك لائحة لماذا نحن بحاجة مستمرة إلى التحديث والاقتراب من هذا الموضوع وهذه التفاصيل كلها راح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال وجود الأستاذ عدنان بن مصطفى الفارسي المدير المساعد بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية مساء الخير أستاذ عدنان حياك الله معنا في هذا اللقاء مساء النور أهلا وسهلا بكم حياك الله الله يسلمك يا رب في البداية نحن نريد نتعرف على الهدف يعني من هذا التحديث المستمر وحديث وزارة التنمية الاجتماعية أيضا وتعمدها بشكل مستمر إلى تقنين هذه المهنة وتوظيفها في مسارها الصحيح والحقيقي بسم الله الرحمن الرحيم بداية كل الشكر لتلفزيون سلطنة عمان على هذا التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية ومتابعة جميع المستجدات في مجال العمل الاجتماعي عامة والمجال الأسري خاصة بارك الله فيك ما دعا هذه الوزارة إلى تنظيم مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية أن في الفترة الأخيرة بدأت هناك الكثير من هذه المراكز تنتشر في مختلف محافظات السلطنة دون أخذ تصاريح رسمية من وزارة التنمية الاجتماعية وإنما كان تصاريح من قبل وزارة التجارة والصناعة بحكم أنها تمنح تراخيص مهنية لجميع التخصصات أو لجميع هذه المراكز بالأحرى من تمنح ترخيص تجاري تجاري ولكن هي طبعا الأشخاص يعني يقدمون فيها الاستشارات الأسرية أيضا وجود بعض هذه المراكز تحمل مسميات يعني أخرى غير الاستشارات الأسرية مثل مراكز للتنمية البشرية مراكز للإدارة التربوية أو مراكز تربوية مباشرة وحتى البعض منها يضع بين قوسين تخصصات معينة مثل الفيزياء والكيمياء واللغة العربية ولكن من واقع ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإعلانات التي تنتشر بأن هؤلاء الأفراد أو هذه المراكز
تقدم استشارات أسرية وتقدم دورات وتقدم ورش عمل وتقدم محاضرات. ونحن لما نتكلم عن مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية ما نقصد فيها بس الاستشارة المباشرة بين شخص والشخص الآخر، يعني حتى المحاضرات، حتى ورش العمل، حتى يعني هذا التجمع الكبير أو التوجيهات الكبيرة اللي توجه إلى الجمهور تعتبر جزء من عملية الإرشاد. وطبيعي أن يتبعها أيضا تقديم بعض الاستشارات والإرشادات. نعم. وللأسف أن الفترات الأخيرة وصلت العديد من الملاحظات على هذه المراكز وعلى بعض المدربين، منهم يدعون أنهم مستشارين ومدربين في المجال الأسري. للأسف. طيب نحن أيضا يعني نضع بعاتق المسؤولية ما متلقي هذه الخدمة، يعني البعض يعني يتلقى هذه الخدمة ويتواصل مع مدرب أو مع مركز بدون حتى أن يعرف تفاصيل هذا المركز أو أن يدرك مستوى الوعي الموجود في هذا المركز. حتى درجة وعي المجتمع يعني كلها مبوحدة، هي تتفاوت من شخص إلى آخر. صحيح. والثقافة يعني مختلفة من منطقة إلى أخرى ومن فرد إلى آخر، وبالتالي يعني بعض الأفراد يعني لما يظهر شخص في الإعلام في برامج إعلامية أو مثلا في التلفزيون في الإذاعة ومتحدث ولبغ وكذا، فيظن البعض من الجمهور بأن هذا الشخص مؤهل أن يقدم استشارات أسرية، ولكن للأسف لما يتقدم إلى هذا الشخص يتفاجأ من خلال الاستشارة اللي يقدمها إنها ما مبنية على أسس علمية، أو بالأحرى إنه ما استفاد منها بالطريقة المناسبة ولا متخصص الأسرية. حتى ولا متخصص، من خلال ما تبين لنا من خلال الفحص اللي أجريناه على الملفات اللي استلمناها من وزارة التجارة والصناعة، عدد كبير من هذه الملفات يعني تحتوي على شهادات غير علمية، بأمانة غير علمية، البعض منها غير مصدقة، ومن يدعي الاستشارة غير مؤهل لهذه المهنة، يحمل تخصص آخر تماما بعيد كل البعد عن هذا المجال. يعني وهذا يعني تعتبر فوضى في مجال الاستشارات الأسرية. الاستشارات الأسرية يعني لا يظن البعض بأن هذا عالم سهل. صحيح. يعني حال المهن التخصصية الأخرى، هل الطبيب يقدر يحل محل المهندس والمهندس محل الطبيب؟ أبدا لا. كذا في مجال الاستشارات الأسرية وكلمة وحدة تدمر أسرة. طبعا يمكن. هناك تخصصات معنية مرتبطة بهذا المجال، هم من يعني يكون لهم المؤهل والأولوية والصلاحية في العمل في مجال الاستشارات الأسرية. طيب وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت لائحة لتنظيم عمل هذا الموضوع، موضوع الاستشارات الأسرية. إلى الآن من صدور لائحة تقريبا سنة أقل من سنة، طبيعة الملاحظات التي وردت إليكم والشكاوى، يعني أنتم صرحتم أيضا في بعض وسائل الإعلام أن هناك بعض الملاحظات والعشوائية حتى في التخصص. بالضبط. حتى الآن يعني من صدور اللائحة، إذا إحنا بننسى السنوات السابقة، من صدور اللائحة في 26 سبتمبر 2013 أقل من سنة. نعم. وصلت عدد الشكاوى على الأفراد شخصيا، على ما أذكر الأسبوع الماضي آخر إحصائية كانت معي 22 شخص. نعم. كانت في شكاوى، وهذا شيء جيد أن يبدأ المجتمع يعني بالتنبه لهذا الأمر وارتفاع درجة الوعي لديه في انتقاء بعض هؤلاء المختصين أو حتى التبليغ عن أناس غير مختصين فيها. نعم. غير هذا أن عدد الشكاوى على البعض منهم تفوق 3 و4 و5 شكاوى، يعني عدد الشكاوى تقريبا تفوق 100، والعدد المرفوض منهم كمختصين أو مدعين التخصص تقريبا 22. بالنسبة إلى أغلب يعني ملاحظاتهم أو الشكاوى اللي يعني تردنا من قبلهم حول أسعار مرتفعة، يعني يقول لك أنا أقدم لك استشارة نص ساعة ب50 ريال، ب60 ريال، 100 ريال. زين، حتى في أسلوب طلب يعني المقابل المادي، المقابل المادي يقول لك أول شيء تدفع بعدين أقدم لك هذه الاستشارة. هذه مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، لازم ندركها ويدركها الجميع، مهنة إنسانية. لكن من حقي أيضا حقك المبلغ، لكن حتى أسلوب التعامل مع هؤلاء الأشخاص يجب أن يعني بما أنك أنت تدعي هذه المهنة، البعض منهم بما أنك تدعي هذه المهنة وتدعي الإنسانية وتدعي العطاء إنزين والتضحية في هذه المهنة، إذن الأسلوب الذي لازم يدخل فيه على الشخص المسترشد أو العميل يكون بالأسلوب الطيب. هذه من الملاحظات اللي وصلتنا. غير هذه أماكن تقديم الاستشارات، وللأسف وأنا راح أذكرها بصريح العبارة، البعض منهم يقول لك تعال أنا في الكوفي شوب أقدم لك الاستشارة، أو تعال في المكان الفلاني، أو لفلانة تعالي في مكة. يعني هذه مهنة تمارس في مؤسسة رسمية معنية لها اعتبارها
لها يعني مهنيتها واحترامها وتقديرها ما تقدم في أي مكان، وخاصة أن أغلب المترددين على مجال الاستشارات من النساء. صحيح. زين، فكيف تتم هذه الاستشارات في أماكن مثل المقاهي أو على شاطئ البحر أو أماكن عامة بها؟ أيضا خصوصية هذا الشخص. صحيح. يعني الأسرار اللي يدلي فيها أنا لازم أحافظ عليها، كيف جاي أمام الجميع أن أقدم استشارة؟ يعني هذه خارجة عن المبادئ المهنية. يعني أيضا هناك للأسف انتقال العلاقة المهنية ما بين الشخص اللي يقدم الاستشارة والطرف الآخر إلى علاقة غير مهنية، وهذه واضحة للجميع، أن يدخل في أمور أخلاقية أو غيرها من هذا القبيل هذا أمر يتنافى مع مبادئ مهنة الإرشاد والاستشارات الأسرية. نعم. طيب الاشتراطات والمواد اللي تضمنتها اللائحة الخاصة بتنظيم عمل هذه المؤسسات والمراكز الخاصة؟ هي اللائحة فيها 7 فصول أساسية، طبعا 25 مادة. يمكن احنا ناخذ أهم المواد فيها، إن المادة الثانية أشارت بأن يحظر على أي شخص تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة دون الحصول على الترخيص بذلك من الجهة المختصة. نعم. أيضا فيما يتعلق بالرسوم، الرسوم اللي يحددها هذا المركز يتم أو تتم بالاتفاق مع الدائرة المعنية أو الجهة المعنية، دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية. نعم. بالنسبة إلى شروط يعني أو إجراءات وإنشاء المركز، طبعا مقدم الطلب يكون من عمان الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون، والتخصصات في مجالات معينة اللي هي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع. غير هذه التخصصات لا يمكن للشخص أن يمارس مهنة الإرشاد والاستشارات الأسرية. بالإضافة إلى هذه التخصصات أيضا تطلب شهادة خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال الأسري، بالإضافة إلى المستندات والشهادات الأخرى اللي توثق خبراته ومؤهلاته العلمية. طبعا في مقابلة، في لجنة معنية تقوم بمقابلة الشخص مقدم الطلب لتقييم الجوانب المعرفية والشخصية فيه، وبالتالي تتخذ القرار المناسب في إصدار أو الموافقة على إصدار تصريح لفتح هذا المركز من عدمه. جميل. طيب مدى انتشار هذه المراكز؟ في أعداد كبيرة من هذه المراكز موجودة معنا في السلطنة؟ والله من خلال الرصد الحالي يتبين بأن في تقريبا 71 مركز. هذا اللي استلمناه من وزارة التجارة والصناعة. 71 مركز؟ 71 مصرح مركز. لهم يعني وفق الاشتراطات؟ في 8 مراكز حاليا من خلال الفحص الأولي هي مراكز أسرية بصريح العبارة، يعني واضحة من خلال التقييم بأنها أسرية. في عدد بسيط جدا راح يرجع إلى وزارة التجارة والصناعة كونه أيضا لا يدخل في اختصاصنا إحنا. العدد الأكبر يعني هني المشكلة فيها، بأن مسجلين استشارات تربوية أو إدارية أو غيرها، ومن خلال الإعلانات اللي نراها في وسائل التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الأشخاص أو هذه المراكز تقدم استشارات أسرية. جميل. وتقدم دورات ومحاضرات في المجال الأسري. نعم. طيب أستاذ عدنان، أنا نحن أمام أيضا إشكالية، يعني من يدركها ومن يتفحص فيها يجدها أنها خطيرة، انتشار مدربي التنمية البشرية والتنمية الذاتية، أحدهم يلتحق بدورة ثم يطلق عليه مدرب ثم يمتلك أسلوب الخطابة الجيد الذي يقنع، قد يقنع المتلقي، ثم يمارس مثل هذه الاشتراطات بالتحديد في هذا الموضوع. كيف بالإمكان تقنينه؟ كيف بالإمكان متابعته؟ كيف بالإمكان أن يتنبه الواحد منا قبل أن يذهب إلى هؤلاء؟ هذه من الملاحظات أيضا المرصودة، بأن مدربي التنمية البشرية أو الذاتية أو حتى المسميات المرادفة لها يعني داخلين في دورات جدا بسيطة لا تتجاوز عدد أيامها الأسبوع أو 10 أيام بالكثير في المجال الأسري، ويقول لك أنا أخذت من عند فلان ومن عند علان ودبلوم في الإرشاد الأسري وغيرها، مدرب دولي معتمد وغيرها. وفي ناس جالسة تدرس، يعني إحنا في تخصص ندرس 4 سنوات في مرحلة البكالوريوس اللي هي التأسيسية، وبعدها الماجستير والدكتورة حتى نتخصص ونكون بالفعل نحمل المسمى مستشارين. نحن حتى الآن في الجهة الرسمية في وزارة التنمية الاجتماعية كل مسمياتنا كأخصائيين استشارات أسرية، حتى هم من هم بمستويات علمية كبيرة، لأن أنا لما أدعي مستشار أسري هذا أمر كبير، يكون له يعني خبرة طويلة في هذا المجال. هنا دعوة لأفراد المجتمع للتنبه إلى يعني انتقاء الأشخاص المناسبين في تقديم الاستشارات الأسرية. في مؤسسات رسمية الحمد لله رب العالمين الحكومة وفرتنا، وزارة التنمية الاجتماعية كدائرة مركزية للإرشاد الأسري موجودة في ولاية بوشهر، حاليا انتقلنا إلى ولاية بوشهر منطقة الغبرة.
الجنوبية، وأيضا الأخوة موجودين في جميع محافظات السلطنة، أقسام الاستشارات الأسرية أكثر من 30 مختص متوزعين من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار. نعم، وأتوقع لديكم خدمات إلكترونية أيضا بإمكان الواحد أن يتقدم. حاليا أيضا عندنا خدمة الاستشارات الأسرية الهاتفية ومجانية يوميا لمدة 3 ساعات، والفترة القادمة بإذن الله راح تكون هناك أيضا خدمة أخرى نتطلع أن تكون في أسرع وقت، اللي هي خدمة عن طريق البريد الإلكتروني. وبالتالي هنا وسائل الاستشارات الأسرية متاحة لأفراد المجتمع. هناك مراكز خاصة حتى ما نظلم يعني الجميع، في مراكز خاصة بأمانة تعمل وهي سند لنا إحنا في وزارة التنمية الاجتماعية، وياما استعنا فيهم في بعض الدورات وبعض المحاضرات لتغطية جوانب النقص اللي معنا. جميل، وترشدوا أيضا المستفيدين من بعض هذه الخدمات إلى هذه المراكز؟ أكيد طبعا، ما يمانع منها أبدا. جميل، طيب في حرص لأي مخالفة من مراكز الاستشارات الأسرية، إلى أي درجة تصل العقوبة؟ طبعا هذا مرتبط بفصل الجزاءات اللي يعني موجود في اللائحة التنظيمية، بأن هناك في مخالفة أولية تعطى للمركز ولمدة معينة اللي هي 30 يوم، بعدها إذا ما التزم بتعديل هذا الوضع أو تصحيح هذه المخالفة أيضا ينذر إنذار آخر، والشخص الذي يحمل صفة الضبطية القضائية هو اللي يحدد هذه الفترة وبعدها يلغى. هذا للمراكز اللي عليها مخالفات. أما الأشخاص اللي يقدمون الاستشارات الأسرية وهم غير مؤهلين، هذه بالدرجة الأولى، أو غير مصرح لهم بالمراكز، طبعا وفق اللائحة أنه يحال إلى القضاء وبالتالي يخرج عن نطاق اللائحة ويعامل وفق قانون الجزاء العمالي اللي هو مخالفة الأنظمة الإدارية للدولة. جميل، نحن ما نتمنى حد يخالف مثل هذه القوانين مثل هذه الإجراءات واللوائح. نتمنى أسرة آمنة مطمئنة كما هي عادة المجتمع العماني، هذه الأسرة التي تشكل هذا المجتمع إن شاء الله نواة حقيقية للاستقرار والاطمئنان، بجانب جهودكم في وزارة التنمية الاجتماعية وبقية المراكز الأخرى. نرجو لكم التوفيق إن شاء الله وللجميع. نشكرك أيضا على وجودك معنا الأستاذ عدنان بن مصطفى الفارسي، المدير المساعد بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت لدينا مجموعة من المتابعات، مجموعة من التغطيات في أمسية اليوم. بعد الفاصل القادم إن شاء الله راح نتابع افتتاح فرع صندوق الرفد في محافظة جنوب الشرقية، ماذا يقدم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مع إطلالة كل عام أكاديمي تشرق شمس الحياة الجامعية مجددا في مختلف مؤسسات التعليم العالي الجامعي، ويأتي عرف الأسابيع التعريفية كعامل مشترك بين مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء المعمورة، إذ أنه يتم من خلاله تعريف الطالب المقبل على الدراسة الجامعية بكافة النظم واللوائح المتبعة في هذه الحياة العلمية الجديدة. ومن خلال هذا التقرير نقوم بزيارة للأسبوع التعريفي بكلية العلوم التطبيقية بنزوة، حيث أعدت الكلية برنامجا يحوي العديد من الفقرات. الأسبوع التعريفي هو البوابة المعرفية الأولى التي يدخل من خلالها الطالب الجامعي إلى عالم التعليم الجامعي. في الحقيقة يتعرف الطالب في الأسبوع التعريفي على منظومة كبيرة، يتعرف على نظام التعليم الجامعي، يتعرف على الخدمات التي تقدمها الكلية، يتعرف على يعني الدور الجديد. هو طالب طلع من المدرسة التحق الآن بمؤسسة تعليم جامعي، الأسبوع التعريفي هو البوابة التي يدخل من خلالها إلى هذا العالم. ويركز برنامج الأسبوع التعريفي على عدة محطات، منها التوعية بالسنة التأسيسية والتخصصات التي سيدرسها الطالب، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لإيضاح الجوانب المهمة للطالب كالأنظمة والقوانين المتبعة والتعريف بالخدمات، وكذلك جولات في الحرم الجامعي. ونحن نرحب بالطلاب في هذا الأسبوع، ويعني نحثهم على حضور جميع فعاليات الأسبوع التعريفي، وأيضا المبادرة بعرض أسئلتهم التي تدور في خاطرهم. وفي أيام دراستهم نتمنى لهم التوفيق والسداد وأن يجتهدوا. ويظل الأسبوع التعريفي بوابة حقيقية للطالب يمر عبرها ليدخل إلى الجو الحقيقي للحياة الجامعية، فمن خلاله تكون المصافحة الأولى بينه وبين مشوار حياة علمية مشرقة.
حياكم الله مشاهدينا مجددا مع آخر اللقاءات والمتابعات في أمسية اليوم، واللي نخصصها حول افتتاح فرع صندوق الرفد بمحافظة جنوب الشرقية. الافتتاح الرسمي كان صباح اليوم بعد أن باشر هذا الفرع مجموعة من الأنشطة والمشروعات التي يقدمها والدعم في الفترة الماضية. الآن هناك افتتاح رسمي لهذا الفرع بهدف الاقتراب أكثر من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين ينوون الانخراط في سوق العمل وتقديم دعم لهم من خلال صندوق الرفد. تفاصيل أكثر حول أهمية افتتاح مثل هذه الفروع، ماذا يقدم من خدمات، تسهيل وصول المعاملات والقروض للمستفيدين، وتفاصيل أخرى سنتعرف عليها إن شاء الله من خلال وجود الأخ سعيد بن حميد المسكري مدير فرع صندوق الرفد بمحافظة جنوب الشرقية. مساء الخير وحياك الله معنا في هذا. الله يمسك بالنور أخي راشد. يا محمد لنا الشرف العظيم يعني. بارك الله فيك حياك الله. في البداية حتى نعطي المشاهد فكرة عامة عن أهمية مثل هذه الفروع في مختلف محافظات السلطنة، عندما ينوي صندوق الرفد افتتاح فرع جديد، ما هي الآلية التي يعتمد عليها في افتتاح هذا الفرع في هذه المحافظة أو يتقدم في افتتاح فرع لافتتاح آخر؟ هو في الحقيقة يعني عملية المفاضلة أو الأفضلية مثل ما تفضلت يعتمد على عدة معايير، من ضمنها الكثافة السكانية، من ضمنها نفس الشيء عدد الباحثين عن العمل في تلك المحافظة أو في تلك المنطقة، احتياج هذه يعني تلك المنطقة للمشاريع المتميزة التي تنهض بها اقتصاديا. هذه المعايير اللي يندرج عليها افتتاح الفرع. نعم. طيب أهمية افتتاح هذا الفرع، لأن ماذا سيقدم فرع صندوق الرفد في محافظة جنوب الشرقية من خدمات لهؤلاء الشباب لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ طبعا هو يقدم الدعم بالنسبة للمؤسسات القائمة وللمشاريع القائمة. أيضا نفس الشيء إيجاد فرص عمل، إيجاد فرص عمل من خلال الندوات أو المحاضرات اللي يلقيها في عدة أماكن من المواقع القاعات الحكومية الأخرى. جميل. طيب عندما يعني ينشأ فرع جديد في محافظة من المحافظات، على سبيل المثال الآن فرع صندوق الرفد في محافظة جنوب الشرقية، كيف تتم عملية مقابلة الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم مشاريعهم؟ هل من الحاجة أن ينضموا إلى الفرع الرئيسي في صندوق الرفد حتى يستفيدوا من هذه الخدمات مثلا؟ أبدا أخي راشد، يعني الإجراءات جدا ميسرة. ميسرة أي بمعنى أن أول ما يتقدم لدينا المواطن، الموظف طبعا يبادر له بعدة أسئلة عن إمكانية معرفته بالنشاط اللي راح يتمول عليه لهذا السبب يعني. جميل. بعد ذلك يسلم مجرد استمارة دراسة جدوى اقتصادية بالإضافة إلى استمارة طلب. هذه الاستمارات البيانات الموضحة بها ميسرة وسهلة جدا تعبئة هذه الاستمارة. يتم طبعا تسليم هذه الاستمارة إلى الموظف المختص، القيام بالزيارة الميدانية. جميل. لمعرفة حاجة المنطقة ومدى ملائمتها لواقع المنطقة، هل إن هذا النشاط مكتظ في المنطقة؟ طبعا عند متابعة طبعا يتم الاتصال بالمواطن بعد الزيارة الميدانية مباشرة. جميل. والقيام بمقابلة لمعرفة مدى إلمام هذا المواطن بالمشروع المتقدم له. جميل. أنتم لديكم قاعدة بيانات حول انتشار أي مشروع في المحافظة مثلا؟ نعم. الشاب الذي يود أن ينشئ مشروع في الإلكترونيات مثلا. نعم. لديكم قاعدة بيانات بأعداد هذه المشروعات مثلا؟ نعم. حتى نعم. تدلوا نعم. على الطريق في من واقع الزيارات الميدانية التي قمنا بها مؤخرا، يعني بعد ممارسة الصندوق لمهام عمله في بداية هذا العام، بعد مضي 3 أشهر قمنا بعمل زيارات ميدانية وعملية إحصاء لمعرفة كل منطقة ماذا تحتاج فعليا من هذه الأنشطة. جميل. طيب يعني الشاب الذي يود إنشاء مشروع خاص به، تعرف نحن نعرف أن فترة الشباب هي فترة الحماس وفترة يعني أن كل الانطلاق. فكرة بالضبط فترة كل فكرة يريدها اليوم في باله غدا يجدها على أرض الواقع. نعم. مع وجود هذه الإجراءات كيف ينظر إليها الشاب؟ يعني هل يجد أنها إجراءات معقدة، إجراءات روتينية؟ كيف ينظر إليها الشاب في موضوع تسهيل المشروع الذي يود إنشاءه؟ بالعكس أخي راشد، يعني الآن ما لمسناه من الباحثين عن العمل. نعم. الطلبات تأتينا بكميات كبيرة حقيقة، يعني من تسهيل الإجراءات ومن إعطاء المشورة ومن الأخذ بأفكار هؤلاء الشباب. نعم. فما في ما كم عدد المشاريع اللي دعمها الفرع منذ الى الان؟ الى الان عدد المشاريع تقصد؟ نعم. يعني نعم. عدد المشاريع حاليا من بدايه عمل الصندوق الى الان اكثر من 37 مشروع.
أكثر من 37 مشروع. طبعا مثل ما أسلفت لك أخي راشد، كيف أكثر من 37 مشروع وإحنا من بدينا من بداية السنة، والآن إحنا في شهر سبتمبر طبعا. يندرج الأساس على معرفة المناطق هذه محتاجة لهذا النشاط أو لا. ممتاز، هكذا. نعم. نعم. طيب نحن نعرف أن محافظة جنوب الشرقية نسيجها الاقتصادي متسع. نعم. خاصة ولاية صور، يعني وجود. نعم. حرف تراثية، صناعة السفن، وبعض الحرف المرتبطة بمهنية المجتمع في. نعم. محافظة جنوب. نعم. الشرقية. نعم. نعم. كيف سيجعل صندوق الرفد توجيه مجموعة من هذا الدعم موجه لمثل هذه المشروعات؟ بالنسبة طبعا احنا لا ننسى اخي راشد، احنا نعمل جنبا الى جنب مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة. لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. لذلك ارتئينا، وهذه من اساس عمل الصندوق، ان اي مواطن يتقدم للاستفادة من التمويل من خدمات الصندوق وغير ملم أو تنقصه بعض الخبرة والدراية في الأمور يعني في الأوضاع المالية والإدارية، لا يتم رفض طلبه أبدا، وإنما يؤخذ بيده ويوجه إلى الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة. هناك طبعا خبراء موجودين و يعني يتلقى التدريب المناسب لهذا النشاط، ولقد شاهدنا في عدة صحف في الأسابيع الماضية عن إقامة الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة دورات لتأهيل هؤلاء الشباب. وبرامج أيضا، هناك برنامج التوجيه المختص بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. 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 مجموعة أخرى من البرامج. نعم. نعم. طيب، يعني كما هو معروف أن صندوق الرفد يدعم مختلف المشروعات الاقتصادية. نعم. 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 مؤخرا أيضا تم دعم أكثر من 5 ملايين ريال أو قرابة 5 ملايين ريال في المشروعات المتعلقة بقطاع الإلكترونيات. نعم. وقطع الغيار السيارة. نعم. بيع قطع غيار السيارة. أنت ذكرت من 37 مشروع إلى الآن. نعم. تم دعم أكثر من 37. أكثر من 37. نعم. في محافظة جنوب الشرقية. نعم. هل كان نصيب مثل هذه النوعية من المشروعات من ضمن 37 مشروع؟ بالنسبة لبيع قطع الغيار لم يتقدم إلينا أحد لحد الآن. أما بالنسبة من ضمن المشاريع حقيقة في مشروع متميز اللي هو منتجع سياحي. ما شاء الله. منتجع سياحي وتم تمويله يعني في صور في منطقة اسمها بندر الصقلة. هذه من بعد الأشخرة بأربعين كيلو. نعم. والعمل قائم ونحن في زيارات ميدانية مع صاحب هذا المشروع. أيضا الباحثين عن العمل أو الأخوة وبعض الأخوة ارتأوا إنشاء مطاحن. نشاط المطاحن هذا كان مقتصر للوافدين. صحيح. الآن الحمد لله في جنوب الشرقية خاصة بالذات في الأشخرة وفي جعلان وفي الكامل والوافي يعني عدة مطاحن تم تمويلها من صندوق الرفد في جنوب. نعم. الشرقية. فهذه بشرى طيبة. طيب. وبقية. نعم. المشاريع، طبيعة المشاريع، أفكار هذه المشاريع، في مشاريع يعني متعلقة بخصوصية محافظة جنوب الشرقية، صناعة. نعم. السفن مثلا. نعم. في صناعة السفن ما تقدم إلينا أحد لحد الآن في صناعة السفن، ولكن بالنسبة للعطور والبخور في الأعمال المنزلية. نعم. طبعا الصندوق قيم ترك مثل ما تقول مبلغ محدد للأعمال المنزلية هكذا إلى 5000 ريال، أي بمعنى أن أي امرأة ترغب في إقامة مشروع منزلي تجد التمويل إلى 5000 ريال. نعم. ممتاز. ويسمح لها بإقامة هذا المشروع في منزلها دون أن تتكلف عقد إيجار واستئجار وإلى آخره. نعم. طيب أستاذ سعيد، حتى ننتقل من الأفكار التقليدية مجرد يعني محل مواد غذائية ولا صناعات خفيفة بسيطة جدا إلى أفكار إبداعية وأفكار توجهية. نعم. تفيد صاحب المؤسسة وأيضا تفيد الاقتصاد الوطني. نعم. هل تعملون في الصندوق على توجيه هؤلاء الشباب؟ اقتراح نوعية مشروعات مثلا؟ نعم. يعني ما. نعم. تنتظروا الشاب هو الذي يتقدم إليكم، أنتم أيضا بدوركم تقترحوا مشروعات؟ هو بالنسبة لأن إحنا نقترح للمواطن مشروع بعينه. نعم. لا يتم، إنما إحنا نستقبل هذا المواطن ونستمع له ما هو المشروع الذي يرغب في إنشائه، نوجهه بمعرفة الالتزامات الواجبة عليه، نوجهه بعدم مثلا على سبيل المثال اكتظاظ المنطقة بهذا النشاط وليس له جدوى اقتصادية هذا المشروع في هذه المنطقة، أيضا نوجهه بأن هذا الدخل سيكون ضئيل جدا بحكم تعدد الأنشطة. نعم. في هذه المنطقة بالذات. نعم. طيب هل وصلوا الشباب وخاصة من مخرجات التعليم العالي أصحاب المؤهلات في البكالوريوس مثلا في الجامعات والكليات إلى مستوى من القناعة، مستوى من الأمان الشخصي والداخلي في أنفسهم منهم أن المستقبل أمام هذه المشروعات فيفضلوا العمل في هذه المشروعات يعني أكثر من العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص؟ نعم. توجه يعني تقدموا إلينا
عدة أخوة من 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 حملة هذه المؤهلات العليا، وحقيقة ما يعني شراء أو تأسيس مدارس خاصة. تخيل أن خريج عند بكالوريوس يريد يؤسس مدرسة خاصة، ممتاز، فهذه بشرة طيبة جدا. يعني خريجين كذلك يريدوا يؤسسوا مراكز تسوق، والمراكز التسوق هذه تندرج عليها منافسة قوية من 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 العمالة الوافدة. نعم، في وقت كانت العمالة الوافدة والتجارة المستترة هي اللي تسيطر على مثل هذه النوعية من المشروعات، لكن الآن نجد أبناء الوطن أثبتوا وجودهم حقيقة. يعني أثبتوا وجودهم أثناء الزيارات الميدانية لما نتقابل مع أصحاب هؤلاء المشاريع، يعني لهم الباع الطويل في إثبات الوجود. نعم. ومعرفة أساس يعني المنافسة من العمال الوافدة، كيف قدروا أنهم يقضوا على هذه المنافسة بالثبات، بالجهد، بالإصرار، بالعزيمة. نعم. فهذه مشروع طيب. ما في مشروعات متعلقة بالثروة السمكية كما نعرف، يعني ولاية صغور وبقية ولايات محافظة الجنوب الشرقية مطلة على. نعم فيه. من ناحية الثروة السمكية تقدموا إلينا عدة أشخاص بتأسيس مصانع للأسماك، وتم تمويلهم من ولاية مصيرة ومن عدة ولايات من المحافظات الشرقية، من الأشهر من جعلان بو حسن. نعم. الآن موقع الفرع وين بالضبط؟ في ولاية صور؟ في ولاية صور قريب من بنك صحار. نعم. على جهة اليمين من مسجد بهوان طبعا. نعم. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ونرجو أيضا كل التوفيق إن شاء الله لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا الفرع وبقية الفروع المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، إضافة إلى ذلك الموقع الإلكتروني المتاح به مجموعة من الخدمات سواء في صندوق الرفد أو في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نشكرك على وجودك معنا الأستاذ سعيد بن حميد المسكري، مدير فرع صندوق الرفد بمحافظة جنوب الشرقية. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك أخي راشد، ونتمنى لكم التوفيق دائما. بارك الله فيك. شكرا. وأيضا شكرا لكم مشاهدين على طيب متابعتكم لنا في أمسية اليوم من برنامج من عمان. نتمنى بإذن الله وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم، كانت محطاتنا خفيفة ومتقبلة لكم جميعا إن شاء الله. حرصنا قدر المستطاع أن نكون عينكم التي تشاهدون من خلالها مختلف هذا الجمال، تنوع دائم إن شاء الله في برنامجكم من عمان. وفي حلقة يوم الغد نهاية الأسبوع إن شاء الله نعدكم بتحضير جديد لمختلف هذه المتابعات وتغطية لمختلف الفعاليات اللي راح تشهدها أرض عمان الخير. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة يوم الغد.